الكتير من الناس بتستخدم بعض الفيتامينات اعتقادا منها ان ده مفيد للصحة والمناعة، او في حالة شعورها باعراض نقص في فيتامينات معينة زي الخمول او الارهاق او تقصف الاظافر او غيره. لكن هل ده بقى بيتم تحت اشراف الطبيب ولا بيعتمدوا على معلوماتهم؟ بتعرفي ازاي ان انت عندك نقص في الفيتامينات او حتى الاطفال عندهم نقص في الفيتامينات؟ ايه الاعراض اللي ممكن تظهر عليك؟ انا كان عندي نقص في فيتامين دي، كان عندي همدان، كان عندي ان انا عاوزه انام على طول، ولما عملت تشيك اب قالوا لي ان دوت ممكن يكون نقص في فيتامين دي. وفعلا لما عملت تشيك اب بتاع دوت الاطفال، انا دايما بحب ان انا اكون على طول مع الدكتور، يعني بعمل تشيك اب دوري مع الدكتور، بس انا بصراحه ما بعرفش هم ممكن يبقى عندهم نقص ايه. مثلا بحس بهبوط، تمام، بحس مثلا بسخونيه في الجسم. والله لما احس ان انا عندي همدان كده في جسمي، في علامات بتظهر على ضوافري، علامات بيضة مثلا، احس ان دايما ما عنديش طاقه ان انا اتحرك، شعور احيانا بالارهاق والتعب اثناء فترات العمل الطويله. ببقى قاعد مثلا في غرفه مع زمايلي، هم بيبقوا حاسين الجو طبيعي وانا بحس ببرد. بعرف ممكن عن طريق ان الاظافر تبدا يحصل فيها زي تشققات او تتكسر او حتى لونها يتغير. ايه التحاليل اللي المفروض تعمليها بشكل دوري عشان تطمني على الفيتامينات في جسمك؟ تحاليل مثلا دم، اي تحاليل بقى هتطلب مني عشان اعرف ايه بقى اللي محتاجاه. هو الاسهل عامه بروح للصيدليه بس، او اتصل بدكتور زميلي او كده، هو بيرشدني افضل يعني. في زنك، في اوميجا 3. والله احنا بناخد اكل طبيعي، ناكل حاجه طبيعيه، نشرب عصير فريش، الحاجات دي، انما ادويه لا. انا الصراحه نفسي احب استشير دكتور، بحيث لو عندي نقص في مثلا نفطات في فيتامين دي ابدا اعرض نفسي للشمس واخد فيتامين دي وارفع الفيتامين دي. والله عملت تحاليل الاول وبعدين اخد الفيتامين اللي الدكتور يقول عليه، يعني عشان هو اهل الذكرى واهل التخصص، ما اخدش فيتامين من نفسي يعني. انا بحاول اهتم بالاكل افضل يعني من ان اروح لدكتور. شوف الدكتور الاول مثلا اكشف عنده، يعمل تحاليل، بعد كده يحدد لي العلاج المناسب ليا. هو طبيعي لازم اسال دكتور، بس برضو يعني في حاجات كده بتكون ممكن الصيدلية على سبيل المثال. نسبة 40% تقريبا من اللي سجلنا معاهم بياخدوا فيتامينات زي الأوميجا والبي 12 وغيرهم ومن غير ما يرجعوا لطبيب، وده ممكن يسبب أثار جانبية كبيرة في حالة تناول الفيتامينات دي بإفراط. وحسب دراسة أجريتها نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن، إن قسم الطوارئ في أمريكا بيستقبل 23,000 حالة كل سنة بسبب الآثار الجانبية للمكملات الغذائية. هل بقى الفيتامينات بتحتاج لاستشارة طبيب ولا تقدر تستخدمها زي ما أنت عايز؟ هو ده اللي هنعرفه في حكاية النهاردة. محمد علي، الحكاية، NBC مصر.